السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله أنا حضرت لكم حل نموذج فرض الفصل الثاني لسنوات الرابعة متوسط. قبل ما نبدأ الفيديو برك نطلب منكم ديروا جيم لا فيديو وتكملوا معنا الفيديو حتى الآخر، على خاطر كاين شرح مليح 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 في هذا الفرض. واللي معانا جدد يديروا ابوني في القناة ويفعلوا الجرس، واي اقتراحات اي اسئلة اي فيديو تحبين تشوفوها خلوا لي تعليقاتكم في الكومنتار. نبدأ نقرأ على بركة الله النص، نشرح الناس بالعربية ومن بعد نروحوا للتمارين. نبدأ. This is a photo of my friend. هذه الصورة تاع صديقتي ستيفاني. She is 15، في عمرها 15. And she is French، وهي فرنسية. She lives، تعيش، in a village، في قرية، near Toulouse، قريبة من مدينة تولوز. She studies، تدرس، at François College، تقرأ في متوسطة فرانسوا. Okay. She has short black hair، عندها شعرها أسود قصير. And very dark eyes، وعندها عينها لونهم غامق. She is intelligent and cool، هي ذكية و كيفاش نشرح لكم cool؟ راكم تعرفوا ديجا المعنى تاع cool. But sometimes، لكن أحيانا، she is a bit sad too، وهي في بعض الأحيان تبدو كأنها حزينة. She loves music، تحب الموسيقى. And she likes writing songs، وتحب تكتب أغاني. She can play the guitar very well، تقدر تلعب الجيتار very well. And she has a beautiful voice، وعندها صوتها جميل. We love listening to her، نحب نسمع لها. She had amazing experience، عندها تجربة هائلة. And she has already sang in karaoke with our friends. وش هي الاكسبيرينس تاعها؟ كانت تغني الكاراوكي مع الاصدقاء. But she has never، ولكن ابدا، لم participate in an official music contest، جامي شاركت في مسابقة موسيقية. Okay. I hope she will do it someday، نتمنى ان شاء الله هديرها كاش نهار. She's also crazy، هي ثاني مجنونة، about computer، هي مجنونة على من تحب، يعني بزاف مجنونة على الكمبيوتر. And she likes looking for lyric in the internet، هي ثاني تحب تحوس على lyrics، هي كلمات الأغاني، in the internet. She only hates، حاجة اللي تكرهها. She only hates one thing doing sport، الحاجة اللي تكرهها في حياتها هي دير رياضة. I like her because she is already there when I need her، أنا نحبها على خاطر كل ما نحوس عليها نلقاها. أوكي، تبع معايا. هنا راه كاتب لك 1 2 3 4، هذو معناتها عدد الباراغرافس. اوكي، عندنا 4 باراغرافس. كيفاش نعرفوا بلي باراغراف جديد؟ كي يخلو هذا الزوج مربعات ويبداو الجمله، زوج مربعات ويبداو الجمله، زوج مربعات يبداو الجمله، زوج مربعات ويبداو الجمله. روحوا شوفوا اول تمرين. Okay. I read the text, then
I fill in the table about ستيفاني. راحين نقرأ النص ونعمره الجدول المعلومات تاع ستيفاني. ستيفاني physical appearance. physical appearance هي الوصف الخارجي تاعها. personality هي الشخصية تاعها. likes dislikes الحاجة اللي تحبها والحاجة اللي ما تحبهاش. experience هي التجربة اللي مرت بها. اول شيء روحوا نحوسوا على الفيزيكال ابييرنس، معناتها الوصف تاعها. كي يقول لك فيزيكال ابييرنس راح يوصل، راح تكتب تشوف فيه الشعر، العينين، الطول، الوزن، هادو كامل لازم تحطهم في هذه الخانه. اوكي نرجعوا واش عندنا هنايا. قال لك في الفقره الثانيه she has short black hair and very dark eyes. هذا واش عندنا. اوكي نكتبوا الاجابه تاعنا هنايا. she has short، نكتبوا short dark hair. ايه وقال لك very dark eyes. بعد نروحوا نحوسوا على البيرسوناليتي، الشخصيه تاعها. الشخصيه تاعها واش ديروا في الشخصيه ولا في البيرسوناليتي؟ روحوا تشوفوا الصفات اللي راه معاطينها لنا واصفين بها الشخص هذا. مثلا عندنا واش عاطينا، she is intelligent and cool but sometimes sad. intelligent cool sad. اوكي هذا هما الوصف تاعها، هي intelligent. اوكي انتليجنت ذكيه، انتليجنت. وعدنا واش قالنا ثاني، كول كول. او ماي جاد واش ندير كول والاخرانيه واش قالنا، ساد. اوكي انتليجنت كول اند ساد. هنا واش قال لك، لايكس ديسلايكس. ماشي تشوفوا لاف ولا تشوفوا لايكس، الحاجه اللي تحب ديرها. راهي هنايا شي لافز ميوزيك، ما ديرهاش. شي لايكس رايتين سونغز، اكتب هنا. عندنا الاولى رايتين سونغز. اوكي زيد، شي كان بلاي جيتار، ما ديرهاش. باخا على خاطر كان لازم تسيبها لايكس ولا ديسلايكس. Very well and she has beautiful voice. We love listening to her. She has had an amazing experience. She has already sung in karaoke with our friends but she never participated in official music test. I hope she will do it one someday. She also crazy about computer. She likes looking for lyric in the internet. Zidu likes looking for lyrics on the internet. هذه الزوجة looking for lyrics. لاي مش تبين مليح هذه lyrics. lyrics on the internet. هادو كامل نكتبوهم وين لايكس ديسلايكس، اكتب هنايا. اوكي شي اونلي هيتس وان ثينك دوين سبورت. الحاجه اللي تكرهها هي دوين سبورت. هنا في الخانه تاع ديسلايكس اكتب دوين سبورتس. اوكي دوين سبورتس. قلنا experience وشنو هي، قلنا الاكسبيرينس تاعها وراهي she has had amazing experience. she has already sung in karaoke with our friends. okay هذه التجربة تاعها. نقولو she has already sang. تقدر تبدأ الإجابة تاعك منها. sorry
sang in Kara. Okay. Kara, okay. With our friends. تاخذ الإجابة الصحيحة تبدأ منا حتى لهنا sang in karaoke حتى لهنا صحيحة في زوج راهم صحيح. اوكي روحوا التاسك نمبر 2 هاوليك. I read the text, then I match the following questions in A with the paragraphs in B. هنا عندنا B وهنا عندنا A. هنا عندنا أسئلة والإجابة تاعهم يقول لك وراهي في أي paragraph. قال لك What does she like doing؟ هنا likes وين رام جايين likes؟ وش من فقرة؟ Why is your friend special؟ علاش هي special؟ وش من فقرة؟ Describe her وصفها وين جاية وش من الفقرة. عدنا 2 3 4 اوكي نروحوا الاولى نحوسوا وراهي likes وش تحب تدير. She has short black hair هذه هنا يوسف. She loves يعني راهي في الفقرة number 3 اوكي نروحوا نشوفوا هنايا نص نربطه. What does she like مع الفقرة رقم 3 رغم الإجابة تاعها راهي في الفقرة رقم 3. ومن بعد السؤال Why is your friend special؟ هنا ماشي سوري أنا هنا راني غلطة. هنا قال لك الفقرة 2 وهنا الفقرة 3 وهنا الفقرة 4 أوكي يعني هذه جي هنا. على خطر ماشي بادين بالواحد بادين 2 نتوما هنا ركزوا ديجا انا شوفوا راني غلط نتوما فما بالكم في الاختبار لازم تشوف مليح الفقره 2 3 4 قادر يبدا لك 4 3 1 اوكي يعني انت يا شوف مليح هذا ركز عليهم هذا الرمز هاوليك يرزم لك بلي فقره في بلاص ما نكتب باراجراف ندير هذا الرمز اوكي زيد السؤال الثاني قال لك why is your friend special علاش your friend is special علاش هي special. بقالنا 3 و 4 بقالنا الفقرة أنا بقالنا الفقرة 2 والفقرة فقرة 4 أوكي روحوا نشوفوا الفقرة الثانية. She has short black hair and very dark eyes. She هنا راهو يوصف فيها هنا I like her نحبها because she is always there when I need her. هنا قلت لك بلي أنا وقت ما نحوس عليها نلقاها هنا على بها خلاها شغل سبيسيال على قلبها أوكي سو so, الجواب هو نمبر 4 أوكي وبقى لنا ثانية هنا يوصف فيها describe الفقرة رقم 2 اوكي روحوا نشوفوا التمرين اللي بعد. I find in the text a word that closest in meaning. I find in the text word that are opposite in meaning. عندنا السينونيم تاع smart والاوبوزيت تاع unfriendly. smart ذكي unfriendly غير لطيف اوكي روحوا نشوفوا السينونيم تاع smart. ورب يوصف فيها she has short she is intelligent intelligent هي smart okay. وعندنا unfriendly غير لطيفة هي العكس تاعها cool okay. هذو هما synonyms والopposites تاع راني غير نعاود في نفس الشرح راني نعاود ناسي اوكي نروحوا للتمارين اللي رام جايين اوكي نبداو بتاسك نمبر 1 I classify the following adjectives
in the table. بلو عدنا هذا التيبل راح نطاونا هذو الصفات راح نوصفوهم راح نصنفوهم. عدنا positive personality معناتها كي تكون شخصية مليحة، negative personality كي تكون شخصية سلبية، شخصية إيجابية وشخصية سلبية. روحوا نشوفوا الadjectives اللي عطاوهم لنا ونحطوهم. cheerful، cheerful معناتها مرح بشوش مبتهج. impatient غير صبور. messy، messy هو غير منظم. وكالم هادئ. يعني ديجا عرف درت لكم الشرح تاعهم، دركا مباشره نروحوا نصنفوهم. اوكي نبداو بتشيرفول. تشيرفول هي اوبوزيت لانه مبتهج. impatient غير صبور، هذه ايجابيه ولا سلبيه؟ يا ايجابيه سلبيه عفوا. impatient اوكي. عندنا messy، messy غير مرتب معناتها نيجاتيف. وعندنا calm راهي واضح الامر هي بوزيتيف. عرفتوا المعاني؟ هذه بوزيتيف شخصية ايجابية وهذه نيجاتيف شخصية سلبية. هكذاك باش تعرفوا تصنفوا بيناتهم. روحوا للتمرين الجاي. وش قالك؟ I underline the correct word، انا نسطر على الكلمة الصحيحة. un has ولا have never taste snails. un never has ولا have never tasted ذاقت الاسكارغو بجغل الله. اوكي هنا مع ان واش نديرو؟ نديرو have ولا has لانها مفرد، نديرو has. قالك سطر لي على الاجابه الصحيحه. تحب تسطر هكذا وتبين باللي هذه خطا راهي واضح الامر. I haven't visited ولا I haven't visited Tokyo before. هنا have ولا has الفعل يجي فيه ايدي. الا ما كنتش قاع عارف شوف الجمله الاولى الفعل تاعك وين راه فيه ايدي. فيه ايدي الا ما كانش فيه ايدي المهم يكون الفعل تاعك مصرف في الباست. اوكي على خاطر كاين irregular verbs كيما go في الباست يرجع went، هذاك ما تصيبش فيه ايدي. المهم تعرفوا بلي راه مصرف في الباست ولا في الباست بارتيسيبل. في الحقيقه في الباست بارتيسيبل. متفاهمين؟ يعني هاف و هاز يمشي معاهم الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب. متفاهمين؟ باش يعطينا البريزنت بيرفكت. يعني شرحه هذا الدرس اللي ما فهموش ولا يروحوا يشوفوا المراجعه اللي درتها الحصه اللي فاتت. يعني الفيرب تاعنا اللي راح نختاروه هو هذا past participle. هنا have your parents ever gone to Spain؟ قال لك مالي كاش خطره راحوا لاسبانيا. هنا yes they do ولا yes they have، واش من الاجابه اللي تخيرها؟ هنا كي يكون عندك yes or no question روح دايركتلي اول كلمه هي نعاود نحطها في الاخير. عندنا have لو كان كانت عندنا دو نخير دو، مادام كانت عندنا هاف نخير هاف. اوكي نروحوا للتمرين الموالي. I put W weak form، I put S strong form under have and has. قريتوهم ديجا weak form و strong form تاع have و has. اوكي كيفاش يتكتبوا؟ بون القاعده واش تقول لك؟ تقول لك have كي تكون في سؤال في بدايه السؤال تكون weak form. اوكي كي تكون في بدايه السؤال تكون weak form، كي تكون في الاجابه تكون strong form، وكي تكون منفيه تكون دائما strong form.
وش يعني؟ هنا راهي في بداية السؤال، هنا راح تكون weak form، هنا يا راهي weak form. اوكي، معناتها الشكل تاعها ضعيف. وكيفاش تتكتب هنايا؟ تتكتب like this. اوكي، وهذا يعني weak form، كي تكون هذه يعني weak form. والقاعدة واش تقول ثاني؟ تقول كي تكون منفية تكون دائما strong form. هنايا SF strong form، الشكل تاعها القوي، وتتكتب like this. هنا راهي منفية نكتبوها like this. اوكي، هذه تدل على انها strong. اوكي، والعكس صحيح، تكون has strong كي تكون في البداية. sorry no تكون العكس، وما كيف كيف هذه وهذه، كي جو في بداية السؤال دائما يكونوا weak form. اوكي، كيف كيف ماشي العكس، كيف كيف هاف وهاز كي يكونوا في بداية السؤال يكون عندهم weak form. هنايا weak form وتكتب like this. Is it clear؟ نعاود، كي يكونوا في بداية السؤال يكونوا weak form، يعني شكلهم الضعيف. وهنايا راهي في الجواب، كي يكونوا في الجواب يكونوا strong form وتكتب like this. Is it clear؟ يعني راهم في السؤال، هاملك سؤال في البداية يكونوا weak form، منفية ولا في الجواب القصير تكون strong form. Is it clear؟ روحوا الآن للوضعية الإدماجية. الوضعية الإدماجية وش تقول لك؟ You have a new friend on Facebook، عندك صديق جديد في الفيسبوك. Make your portrait to her ولا him، اكتب فقرة ليهم. Introduce your، راح تهدر على روحك، على your name اسمك، your age السن تاعك، physical appearance كيما نقولوا البنية تاعك. اوكي، انت كيفاش، طويل قصير، عينك خضورة زروقة الى اخره. personality الشخصية، hobbies واش تعرف تدير، واذكر واحدة من الاكسبيرينسز اللي مروا عليك في حياتك. اوكي، هذه نحلوها مع بعض. قال لك ابداها بهاي، وابدا كل حاجة طلبوها منك لازم تديرها لي في جملة. اوكي، بما انه طولنا في هذا الفيديو كما قلت المرة اللي فاتت، نظن انه نخلي هذه الوضعية نديرها في فيديو اخر. اوكي، هذا واش كان عندنا النهار اليوم، هذا الفرض اللي اخترتكم، وان شاء الله مع الايام راح نزيد الى قدرني ربي ندير فروض اخرى وحلول اخرى لفروض اخرى، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.